الاستاذ خالد يوسف. مساء الخير يا استاذ خالد. مساء الخير يا استاذ تامر. اخبارك يا جميل؟ الحمد لله يا حبيبي. انا عارف ان انا موقفك عن تصوير بس بتهيألي المقال كمان بتاع الاستاذ مسلماني ممكن يوقفك خالص عن الفن. قريت المقال؟ قريته. يعني اول انطباع تولد لديك، وانا عارف ان انت تعرف كمان مسلماني بصفه شخصيه، ف لا صديقي. يعني ايه اول انطباع؟ خلاف الراي لا يفسد للود قضيه يعني. صحيح. والله انا رايي خلاص يعني هو شايف ان احنا لازم نعينه مرشد عام ووصي على الفنون. انا مستعد يعني لو انا ليا صوت في ده اديه خلاص. يعني لو الفن محتاج وصايه ووصايه فكريه على اعتبار الفنانين دول ما عندهمش ادمغه، ممكن نعمله مرشد عام ووصي وهو يقرر احنا نعمل ايه وما نعملش ايه ويعمل لنا الافكار والرؤى ونمشي كلنا ورا، ما عنديش مشكله. وهي فكره انه يعني بيقول ان بعض العاملين في السينما، انا هنا طبعا مش في مجال الدفاع احمد مسلمان بس انا بتكلم بما انه بعض وهو ده اللي مضايق الواحد. انا بتكلم بما ان بس احمد مش معانا فانا بقول ما ورد في مقاله عشان اسمع ردكم. هو بيقول انه بعض المنتجين بيبقى عندهم معايير الربح والخساره والتجاره، بعض الممثلين كل هدفهم الاجور والترتيب الاسماء في التتر ومش عارف ايه والشباك وكذا، ومحدش بيراعي فكره الوطن محتاج ايه او البلد محتاجه ايه او الناس محتاجه ايه. اولا موضوع ان في بعض المنتجين بعض النجوم يسلكوا هذا السلوك موجود في كل سينما في العالم، من اول السينما الامريكيه لغايه اصغر سينما في العالم. تمام. يعني ظاهره عاديه وطبيعيه جدا يبقى في ده وفي ده، بس السينما المصريه ما يستسهلش الاستاذ احمد الاحكام عليها كده بالشكل ده. الكبير بتاعنا اعظم من مسك يعني بيمينه بالقلم في القرن العشرين نجيب محفوظ كان يقول انا استاذي صلاح ابو سيف اللي علمني يعني ايه سيناريو. فتخيل لما قام زي نجيب محفوظ يطلع في احاديث بيتكلم على صلاح ابو سيف احد مخرجينا الكبار ويقول هو اللي علمني يعني ايه سيناريو. وما يبقى عندنا قامات في تاريخ السينما حسن فؤاد وعبد الرحمن الشرقاوي ومن على ومحسن زايد ومن ورأفت المي والناس اللي يعني اثروا السينما المصريه ويوسف شاهين يعني كل هذه الاسماء اللي هي وداود عبد السيد مثلا هو مفكر سينمائي ويجي يتكلم على كل دول انه خلاص بقى يعني احنا انتوا ما تنفعوش تفكروا احنا هنفكر لكم وتقولوا يعملوا ايه. الابداع عمره ما ينفع كده اصلا. الابداع حاله ذاتيه جدا بتنبع من المبدع نفسه ما يقدرش حد يمليها عليه. الا يوجه الابداع يا استاذ خالد؟ نعم. الا يوجه الابداع؟ لو وجه الابداع هيبقى ملوش اثر. يعني في ناس كتير فاكره مثلا انه الابداع في الستينات كان موجها. وده كلام خاطئ 100%. الابداع كانت الناس مشحونه بالحاله اللي موجوده، الحاله الثوريه الموجوده ايا كان حكمك عليها، وكانوا مؤمنين بيها حتى بانكسارتها كانوا مؤمنين بيها. فكان بيطلع، هل تقدر تقول لي ان حد يقدر يدي توجيه لصلاح جاهين عشان يعمل عشان يعمل حاجه زي ثوره او عبد الرحمن الابنودي عشان يعمل عدى النهار؟ ده لو جبت القائد العام للكون مش هيعرف يخلي مبدع زي ده يطلع قصيده زي دي غير لو هو منفعل فيها اصلا. يعني الناس كانت مشحونه بهذا الحلم ايا كان الحلم انكسر ما انكسرش، بس كانوا مشحونين بالحاله فكانوا بيطلعوا ابداع. الابداع لا يوجه وهو حاله انسانيه فريدة لان ما حدش يقدر يعرف لا الفكرة بتيجي ازاي ولا بتعتمل داخل النفس البشرية انهي عوامل عشان تطلع الفكرة. لكن لو جبت مفكرين تقول لهم والله حط رؤية واستراتيجية السينمائيين يفكروا ازاي، يبقى انت خلاص بتدمر الحكاية نفسها. مفهوم. بتدمر اصل عملية الابداع الانساني. انا بشكرك شكرا جزيلا واسف على تعطيلك وانهي البريك وكمل التصوير.